السلام عليكم مشاهدينا مشاهدي برنامج كاميرا واحد، واهلا بكم في حلقه جديده من كاميرا واحد. ببالغ الحزن والاسى ننعي شهداء المغرب الشقيق وليبيا الجار والصديق، وربنا يا رب يشفي مصابهم ويعوضهم خير ان شاء الله. من قناه الصحه والجمال من برنامج كاميرا واحد ننوه عن تغيب محمد رمضان منسي، متغيب من فتره عن الاهل فبيدوروا عليه. يا ريت لو اي حد يعني يقدر لنا على اي معلومه يتواصل على الرقم التالي. من فضلك يا مخرج لو سمحت صوره محمد رمضان منسي على الشاشه لو تكرمت، ورقم تليفون التواصل لو سمحت. اي حد يدلنا على اي معلومه يا ريت يتواصل على رقم 010. رقم التواصل من فضلك. تمام، 010-9-4-8-6-7-7-2-4. تمام فندم. المواطن ده متغيب من فتره، يا ريت لو اي حد يعني يدلنا على اي معلومه تواصل على الرقم ده وجزاكم الله خير. عندي مشكله لا مفيش اي مشاكل خالص، هو متغيب بس عن المنزل. الحقيقه قبل ما نبدا برحب طبعا بورده زميلتي ناسف يا ورده. دكتور محمد اهلا بك يا فندم. قبل ما نبدا معاكم بس في حاجه صغيره بس لفت انتباهي، موضوع كده على السوشيال ميديا كده واخد ضجه جامده قوي. بيتكلموا في حظر النقاب، فناس بتقول لك انا حظر النقاب مش انا حظر النقاب، فالموضوع كتير قوي يعني. فاتفاجئت ان في ناس يعني قامات يعني وقامه بيتكلموا فبيقولوا ان ايه، ان لا ده ربنا ما قالش كده، وان خطوه جت متاخره وحاجات زي كده. طب احنا يا جماعه لما نعمل حاجه زي كده في بلدنا، الغرب الدول الغرب تعمل ايه بناتنا؟ وبعدين اذا ما هو ربنا برضو ما قالش ان حد يمشي واحده تمشي ببنطلون مقطع او تمشي مكشوفه او عريان. قلته دي حريه شخصيه، خلاص سيبه تلبس نقاب تلبس، سيبه تلبس حجاب تلبس، مش برضو حريه شخصيه؟ ليه نيجي على فئه من المجتمع معينه كده ونقول دول لا؟ احنا ما بنتكلمش في الناس اللي مقطعين بلاطين او ماشيين شبه عريانين ونقول دي حريه شخصيه. ايه المشكله ان واحد يلبس نقاب؟ هترد عليه وتقول لي اسيب مؤسسات حكوميه وبنبقى مش عارفين. يا سيدي النهارده اللي عنده جراش عربيات بيوقف امن فيه، وقف امن واحده للستات وقسم للرجاله، واللي تيجي يا سيدي فتشها اللي بقى زي ما انت عايز برضه، بس يبقى عنصر نسائي. فيا جماعه بلاش نقصي يعني نقصي عنصر من المجتمع ونيجي عليه، زي ما احنا سايبين الناس اللي ماشيه مقطعه بلاطينها في الشارع وماشيه براحتها علينا بنقول دي حريه شخصيه، سيبوا اللي تلبس نقاب براحتها. يعني زي انا مثلا تبقى امي ولا اختي ولا اي حد، او مثال على اي حد، وانت تقول لا انا هكشف وشها بالعافيه واعري وشها بالعافيه، ما ينفعش اصلا. عايزين نكون واقعيين مع بعض يا جماعه، بلاش لازم نكون لحمه مع بعض عشان نعدي بالمجتمع ده. انا شايفه حاجه مش صح. انا بايد حضرتك يا استاذ سعد طبعا في الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، بس في نقطه هنا مهمه قوي. اتفضلي يا فندم. هي المشكله مش مشكله النقاب او مش نقاب، المشكله ان ناس اصلا لابسه النقاب اتظلموا في ناس تانية مجرمين وحراميه وقتالين قتله مستخبيين في زي النقاب، فهم ممكن يكون ده اللي عامل البلبله او اللي حاصل ده. ده مش دافع، مش دافع، هو مش دافع. انا مش بايد، بس مش في نفس الوقت هو في اكيد حاجه تانية نطرحها مع بعض. قصه المجرمين والناس اللي زي كده، والله ده في اجهزه امن متوليه للموضوع. انا ما اجيش على حد كده عايز يلبس حاجه معينه واقول له والله لا. طب انا ما هو بقول لك اصل حد كان بيتكلم للاسف قيمه وقامه سمعته، وبيقول لك والله اصل الدين ما قالش، اصل الدين ده طب ما هو الدين كان واضح وصريح لما قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. أكيد. كويس. بتمشي النهارده انا شفت بعيني. أيوه. بنات اقسم بالله ماشيه ببراطيم مقطعه. ايوه حصل ماشي. حصل بيحصل تحرش مني انا، هتحرش انا واحده لابسه نقاب ولا اتحرش بايه؟ في يا جماعه ما ينفعش. انا شايف مساله النقاب دي ما تنفعش، سيبوا الناس على راحتها زي ما انتم شايفين. نقدر نتكلم ونقول غطوا العريانين؟ ما بنقدرش نغطوا العريانين. سيبوها عريانه خلاص، سيب الثانيه متغطيه لو سمحتم لو تكرمتم. احنا بلد اسلامي، عشان لو عملنا حاجه خطوه زي كده مش هنعرف ليه الموضوع مع الغرب اصلا. أيوة. وكفايه اللي بيعملوه فينا اصلا. فعلا. ارحب بك يا دكتور محمد. ارحب بك يا استاذ سعد. اتفضل يا بحضرتك يا دكتور محمد. واحنا اسفين، هو الموضوع ده يعني مراحل النقاش فيه هتطول بصراحه. ان شاء الله نروح له حلقه ثانيه باذن الله ان شاء الله. دكتور سعد، كنت حابه اسال حضرتك يا دكتور محمد على مراحل العلاج للانحناء العمود الفقري ان شاء الله. طيب، هي زي ما قلنا قبل كده برضو احنا بننوه ان الانحناءات بتاعت العمود الفقري كتير. تمام. احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الاسكوليوزيس، هو الانحناء الجانبي للعمود الفقري. تمام. احنا المره دي احنا بنتكلم عن مراحل العلاج. بالنسبه للاصابه ديت اكتر من 60% منهم بيتعالجوا بالعلاج الطبيعي وبيخفوا يعني، بس بتبقى فتره العلاج الطبيعي طويله شويه. 30% لو قسمناهم دول بيحتاجوا حاجه اسمها بوست امبريز، يعني بيحتاجوا دعامه كده، حاجه عامله زي الحزام بتاع الظهر.
مع العلاج الطبيعي علشان ما يزيدش الانحناء الجانبي ويحصل مضاعفات للرئه والقلب، لان الانحناء دوت لما بيحصل يبدا ان هو يضغط على الرئه والقلب بسبب القفص الصدري، يعني بيأثر على التنفس وعلى ضربات القلب وعلى وظائف القلب وكده. بس طبعا الكلام ده بتبقى في الحالات اللي هي المتقدمه جامد، يعني ربنا يشفي ويعافي كل الناس يا رب. ال 10% الباقيين دي بتبقى حالات تشوهات منذ الولاده، طبعا بيبقوا مولودين كده سبب ايه غير معروف. يعني وليها علاج يا دكتور؟ دول يعني بيبداوا معاهم يعني ايه مرحله علاجيه معينه لحد بعد سن البلوغ، وبيبدا يخش معاهم تدخل جراحي. حالات معينه بس اللي ممكن يتعمل عمليات جراحيه قبل سن البلوغ، كانت بقى الحاله صعبه جدا هتاثر على القلب بشكل مباشر، فدي خلاص بقى يعني بيبقى ليهم تدخل هم بشكل مختلف، يعني دكاتره الجراحه ليهم تدخل بشكل مختلف، ملهاش علاج طبيعي بقى كده، ملهاش علاج طبيعي تمام. ودي بتبقى عمليات جراحيه لتصحيح العمود الفقري تمام والاستقامه بتاعته علشان ما يحصلش المضاعفات اللي احنا قلنا عليها. بس دي بتكون فقط عند الحالات اللي بتكون مولوده بالمشكله دي. بعض منهم ما بيبقاش مولود، يعني في بعض الحالات زي ما احنا ما قلنا ان بعض الاطفال بيجي لهم بدايه من سن 3 سنين لو ما حدش اكتشف حاجه زي كده من الاهل، بعد مثلا 10 سنين ولا حاجه بتبدا بقى ان هو يشوف فعلا الانحرافات ديت. لو هو كان بدايه كان على شكل حرف سي بيبقى على شكل حرف اس، ودي طبعا بتبقى اصعب الحالات، بتبقى حالات صعبه جدا اكيد طبعا. فاحنا زي ما قسمناهم 60% بيتعالجوا بالعلاج الطبيعي، 30% بيحتاجوا بوست امبريز الدعامة اللي عامله زي حزام الظهر مع العلاج الطبيعي، وال10% اللي هي بقى بيحتاجوا اللي هي العمليات. طب العلاج الطبيعي يا دكتور لما بيكون في مرحله ان هو كبير مش مولود بيها من المرحله بيكون وقت قد ايه تقريبا؟ يعني بصي هي الموضوع بيطول شويه على حسب شده الانحناء بتاعه، على حسب شدته وحدته بالدرجه بتاعته. في ناس ما بتكتشفش حاجه زي كده، وسبحان الله ربنا جاعل الجسم بيتكيف. يعني ايه لو حصل احنا عند حد هو بدايه بيبقى سمتماته كبين، يعني ما بيبقاش ليه اعراض، ما فيش اي الم، ما فيش اي حاجه، لما يبدا الانحناء يبقى جامد شويه يبدا بقى يحس بالاعراض. ممكن يبقى بيحس بالم في اوتار الكتف، بيبقى بتعمل انزلاقات غضروفيه بتضغط على الجذور العصبيه اللي هي في العمود الفقري. بس انما هي يعني علاجها يعني ايه الفكره كلها ان بس ايه الاكتشاف المبكر، وان احنا نبقى بنبدا مرحله العلاج ايه صح. دكتور محمد، في ناس بتاخد العلاج الطبيعي ده احيانا ما بيروحوش للدكاتره، فبتبتدي ياخد كام تمرين من هنا على السمع، سوشيال ميديا، يوتيوب، حاجات زي كده. فهل يا ترى في محظورات للعلاج الطبيعي؟ في حاجات يعني اتجنبها في القصه دي؟ بص هو في اصابات معينه ما ينفعش ان احنا نبقى بنشتغل فيها علاج طبيعي، ان مثلا حد بيشوف فيديو على الميديا، او حد مثلا عامل فيديو قالك لو عندك مثلا سكليوزيس اللي هو الانحناء الجانبي دوت هتبقى بتعمله. ما ينفعش ان انت تعتمد على التمارين ديت لسبب، هو ممكن التمرين اللي انت شايفه دوت هو ممكن يبقى فعلا بيصلح حاجه، بس هو هيبقى بيبوظ حاجات تانية كتير، لان زي ما احنا ما قلنا هو ليه برنامج خاص، يعني ليه برنامج علاجي خاص، ومش كل الاصابات واحد. يعني وليكن ممكن حد مثلا، هي طبعا الاصابه دي دايما بتحصل في الفقرات الصدريه والفقرات القطنيه، فممكن يكون الجزء المحدب فوق والجزء المقعر تحت، ممكن يكون العكس. فعلشان يبقى بيعمل تمرين من دماغه او حد مثلا كاتب له او هتعمل التمرين دوت لو عندك الاصابه دي، لا هي في اصابات معينه لازم تبقى عند دكتور علاج طبيعي، ولازم طبعا يبقى في فحص اكس راي الاشعه اللي هي العاديه. طبعا احنا في عن طريق الاشعه دي بنبدا ان احنا نحدد هي مدى الاصابه ديت قد ايه او مدى الانحناء ده قد ايه علشان يقدر يتحط لك البرنامج العلاجي بتاعك. دي نقطه. النقطه الثانيه المرحله دي كمان بالذات خاصه ما ينفعش زي ما احنا ما قلنا كده ان ايه ابقى باخد اي تمرين، لازم ابقى بشتغل صح، ولازم تبقى عند حد اخصائي هيعرف يبتدي معاك منين وهينتهي معاك منين. يعني افهم من كده ان كل حاله لها وضعها خاصه الاصابه دي. تمام. لو ما يبداش مع نفسه تمارين هو اصلا ما يعرفش يبتدي، لا 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 هيبقى المردود بتاعها وحش، يعني المردود بتاعها تبقى بتعمله اصابات تانية، لان احنا قلنا الانحناء الجانبي لو ما اتعالجش صح هو بيبوظ ميكانيكا الجسم او ميكانيكا الجهاز الهيكلي بشكل عام. تمام يا دكتور. طب لو قلنا اهم النصائح بقى اللي ممكن تديها للناس المصابه بالانحناء الجانبي. اهم النصائح بالنسبه للمصابين الكبار، يعني مثلا ممكن بعض الناس ديت
بتجيله بسبب ان هو قعد فترات طويله بشكل خاطئ. الناس بتشيل اوزان تقيله او شنط تقيله فترات طويله على ناحيه واحده. الناس بتقعد تذاكر منحنيه بشكل كده، ايه دايما بقعد شيء على ناحيه واحده. النصايح ديت احنا دايما بندي اللي هيبقى بيذاكر يبقى وضعيه الايد على زاويه 90 لما دكتور صور على الشاشه لو حابب تشوف. تمام، هي دي احنا بس الصور احنا بس علشان الناس تبقى فاهم احنا بنتكلم عن انهي يعني عن اي نوع من الاصابات. هي ديت الاصابه اللي هي بتاعت السكوليوزس اللي هي الانحناء الجانبي للعمود الفقري. وهي ديت ايه جزء منها اهو زي ما احنا ما شايفين، هو اهو جايب من الفقرات الصدريه للفقرات القطنيه. فهي دي النقطه اللي انا كنت بقولها، ممكن يكون بقى العكس، يعني ممكن التحدب ده يكون من تحت مش من فوق، ممكن يكون العكس. فعلشان كده ما ينفعش ان احنا نبقى بنبتدي مرحله العلاج من دماغنا او حد يكون حاطط تمارين واحنا بننفذها بقى، سواء كانت التمارين ديت على الميديا او حد مثلا يعني قالوا عليها او كابتن او الكلام ده. يعني ممكن الانحناء الغضروفي يكون بادئ مثلا من فوق او من تحت، صح كده؟ يعني ممكن يكون التحدب او شكل حرف الاس ده عكس من الرقبه، ممكن يبدا مثلا من فوق بالشكل ده وممكن يبقى عكس. فيعني التحدب هو الفكره كلها ان يبقى في جزء محدب وجزء مقعر، فممكن يكون العكس، ممكن يكون التحدب دوت فوق في الفقرات الصدريه وممكن يكون تحت في الفقرات القطنيه وممكن العكس. فعلشان كده ما ينفعش ان احنا نعمل تمارين من دماغنا. ايوه تمام. اهم النصايح زي ما احنا ما اتفقنا، اول حاجه الفحص المبكر زي ما قلنا، اللي عايز يبقى بيكتشف حاجه زي كده يبقى دايما بيبص على نفسه. اغلب الاصابات دي بيلاقي عنده كتف اعلى من كتف، ممكن منطقه الترابس دي برده تلاقيها برده اعلى من منطقه الترابس هنا. بيلاقي ايد دايما اطول من ايد، الكوعين المفروض ان هم بيبقوا قريبين جدا مننا، بيلاقي كوع عادي يعني اعلى من لا كوع تاني بيبقى مفتوح كده لبره yeah. بيبقى خارجي، ده طبعا بيبقى الجزء اللي هو فيه الانحناء. ممكن بقى يعني بعض الاصابات التانيه بسبب طبعا عمليات او كسور في الحوض او حاجات زي كده بيحصل معاهم حاجه زي كده، او عمليات في الكتف او اصابات قديمه ما اتعالجتش ممكن برده يبقى بتسبب في الاصابه ديت. وزي ما هنبقى بننوه برده بالنسبه للنصايح، يعني دايما كلنا زي ما بنقول نصح وضعيات الضهر بتاعتنا، لو حد عنده الاصابات ديت يبقى بيروح لحد مختص، ده بالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال يعني بنحاول ان احنا نقول الفحص المبكر، وده بقى عن طريق استشاري العظام، خاصه الاطفال اللي بيشيلوا شنط تقيله في المدارس. لو لقيت طفل قاعد دايما متكئ على ناحيه واحده، قاعد على جنب واحد، ده يبقى عنده مشكله، ده على طول لازم ابعته للدكتور، علشان لو احنا اكتشفنا يعني الاصابه بشكل مبكر بتتعالج بشكل في مبكر. صوره ثانيه يا دكتور معانا على الهواء يعني، وديت برده هي الاصابه اللي احنا بنتكلم عنها دي، كان دي العكس، دي الثانيه يعني كانت كده دي عكسها، جزء محدب وجزء مقعر. فعلشان كده زي ما احنا القاعده ان احنا ما نبقاش ايه بندي تمارين وخلاص، لازم دكتور علاج طبيعي يبقى بيفحص الحاله ويبص على الاكس راي بتاعه ويبدا يحط له البرنامج بتاعه، هيبقى كده هو عارف هيبتدي منين وهينتهي منين. ايوه عشان مش اي حفظ نعمله وننفذه وخلاص. بنقول للناس اللي عندهم الاصابات ديت، يعني الاصابات ديت بتاخد وقت شويه، بالنسبه للناس الكبيره بتتحل يعني على طول، يعني غالبا ممكن متوسط من 5 شهور لسبع شهور والاصابه دي بتنتهي. طبعا مع برنامج سيفتي دكتور العلاج الطبيعي بيبقى حاطه يعني سيفتي ده بيبقى خاص بتصحيح وضعيات الظهر، ان انا دايما ابقى قاعد ظهري مفرود، ابعد عن ان انا ابقى قاعد كده على طول، ما ابقاش بنحني على جزء من يعني ابقاش انحني على الجنب اليمين او على الجنب الشمال فترات طويله. بننصح الناس اللي عندهم الاصابه ديت يبقى بينام على الجزء المقعر مش المحدب، علشان بس يبقى بيحصل ايه اطاله للعضله ديت. ويعني هي ديت اهم النصايح زي ما بنقول كده. دكتور محمد حقيقه احنا سعداء بلقائك، وبنتمنى مزيد من نصايحه بصراحه، اتمنى مزيد من معلوماتك القيمه والشيقه. تسلم ربنا. على مزيد من اللقاءات معك ان شاء الله في المستقبل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين فاصل قصير. فيها حاجه حلوه، حاجه اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وارحب بضيفي الكريم مستر سيد ميك اب ارتست، الفنان العظيم اللي دايما بيبهرنا بايه
حاجاته الجميله دي. ربنا يخليك مستر سيد. لو تقول لنا ايه الجديد عندك المره دي؟ الجديد عندي المفاجاه ان الجديد عندي الاعلاميه ورده هي المودز نهار. المفاجاه النهارده وزي كل حلقه ان المفاجاه عندي مع مستر سيد. المودلز هي انا بس احنا مش هنحاسب يا مستر. للمصداقيه مش هنحاسب على الشغل بتاعك. لا للمصداقيه وكمان ايه لجمال وحلاوه الميك اب بتاعه بجد والله مش شكر بس بجد هو بهرني بكل حاجه اللي انا بشوفه عنده ومع العرايس. انا كورده انبهرت. مستر سيد انت منورانا. اهلا بحضرتك ومنور الحلقه ومنور الاستوديو ومنور الدنيا كلها. وان شاء الله باذن الله سلامنا لاستاذه مريم. الله يسلمك والف سلامه على الاستاذه مريم. ربنا لنا سلام عشان سمعت ان هي تعبانه شويه. الف سلام عليك يا مريم حبيبتي. ربنا يخليك. بحبك. يلا نبدا. بص احنا عاملين اساسيات برضو زي المره اللي فاتت فهنظبط بس بعض الحاجات عشان طبعا الوقت. تمام يبقى يعني احنا هنعمل نحت كده. ممكن هنعمل نحت مش يعني نفهمها ان يعني مثلا تبقى مفهومه نحت. لا الحد براحتك عشان بص انا مفروس من ورده. على الهوا كده مفروس. ليه ده ما دام ورده كويسه والله وما شاء الله عليها يعني. طب والله ما في زيي خالص دي حقيقه. ما في زيك فعلا تفرسي يا افندينا. لاول مره أنا عايز بقى اشوف خريطه الوطن العربي بقى الوقت قدام. ليه ان شاء الله هي جميله لوحدها ما شاء الله. الله يخليك يا مستر سيد. وبعدين لاول مره كل المذيعين بيشيلوا الميك اب على الهوا انا الوحيده اللي عملته على الهوا. ده فعلا شفت واثقين من نفسنا طبعا. طبعا الحمد لله وواثقين في مستر سيد. ربنا يخليك. الله يخليك يا ريس بجد والله مش شكر في حضرتك بس فعلا البنات والعرايس بتاعت حضرتك تفرح اقسم بالله. ربنا يخليك. هم دي سيكا. انا عايز بقى مستر سيد يعني لو بتعزني ما اشوف ما اعرفلاش وشي من عينين من هي ما شاء الله يا دكتور حلوه ما شاء الله اموره لوحدها. افضل بقى جامل فيها كده وحلوه ووحشه ما شاء الله عليك يا دكتور. انت دكتور بقى مش مستر بس. ربنا يخليك يا ريس. هو احنا مجهزين بعض الحاجات مركبين الرموز بس بنفنش طبعا العين على الهواء عشان طبعًا. الوقت شايفين العين ما فيهاش اي حاجه اهو دلوقتي بقى هنخليها بقى ايه اخليها ايه مستر سيد هنخليها هنخليها انا عايز اتراوح مش شايف يا دكتور يا مستر سيد يخدمني كده. لا احنا عايزين نعمل معاه واجب يعني مش عايزين نزعلها. تعال فوق يا كل متابعيني انا بنادي باستغاثه 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 من استاذ سعد. تعال فوق. ليه يا ورده انت مغلباني اصلا؟ انا مغلباني ده انا قمر ده انا فله ما شاء الله ده انا شمعه منوره ما شاء الله يا استاذ سعد ما شاء الله. وايه اللي بتحطه بقى ده مسلسلات اخد فكره حتى انا فاهم اللي بيحصل. هي حاجات كتير على حاجات كتير يا سيدي عرفنا اي حاجه من الحاجات الكتير. دي مسكره سفليه يعني من تحت عايز ان هي بتوسع بس العين. طبعا لازم يا مستر سيد نفهم استاذ سعد إز الفرعون الصغير الكبير ولا الكبير الصغير صح؟ هي بتوسع عينيها فعلا؟ طبعا هي العين بتبقى واسعه بس بيبرزوها بالالوان الصريحه صح يا مستر سعد؟ هي لو العين واسعه احنا بنضيقها لكن هي لو شفت ازاي؟ بتلف على برواز ولا ايه؟ لا مش برواز ولا حاجه هو بس الموضوع بيبقى بالالوان. ممكن يا مستر سعد كده سينمائيه يعني يعني ممكن يا مستر سيد حضرتك تقول لنا يعني افهم من كده ان ممكن ورده دي اللي انا عارفها من سني ممكن ما يكونش فيها عينين اصلا؟ لا طبعا مش للدرجه دي. ما يكونش فيها عينين دي حله دي ولا ايه؟ لا عادي ممكن هو راسمها قدامنا مش شايف حاجه معرفش. لا يا دكتور فنزاتي فين فنزاتي؟ خلي بالك منها انا شايفها كده زي ما كنت حاسس ان ان هي روحها بتطلع مش ايه يا ورده مال عينيك كده في ايه؟ مسلمها لك حيه سلمها لي حيه يا مستر سيد. سيبوها انا عايزه حي. ماشي تمام تمام هفاجئكم الحلقه الجايه عيني يا مخرج هفاجئك يا حبيبي. فتح الفوق حس بقى ايوه حس بيا حس بيك ربنا.
ده حزل او ده مين لما كان مين التخين ده اللي كان في الفيلم ده اسمه ايه؟ حس ايوه هو ده كان بيقول له حس بيه حس احنا تخان زي بعض حس بيه حس بيك ربنا ده في اكس لارج اكس لارج الفيلم احمد حلمي في اكس لارج اكس لا ايوه ما شاء الله انت متابع دكتور سيد شويه اكس لارج بس كان تخين بطريقه عجيبه قوي. الحلقه الجايه فيها مفاجاه جامده جدا لمستر سيد. ايه هيعمل ايه تاني؟ بص يا دكتور سعد أيوة. حاجه بسيطه مفاجاه لما اجي بدري صح وانا ما عملتش حاجه كتير ولا اي حاجه هو الموضوع وانا يعتبر كده خلصت خلصنا ده بتسموه ايه بقى يا مستر سيد في مهنتكم؟ مستر هو يعني التاتشات اللي عملتها ده الميك اب ده كده سواريه صح؟ انا اصلا سواريه بس انا مركب طبعا رموش يعني انا كده الميك اب باين مظبط بعض الحاجات وحاطين حاجات خفيفه برده وبنفنش بقى زي هو تركيب الرموش ده بياخد وقت اصلا ولا اي حاجه اللزقه على طول في ساعتها الرموش بس هنغيرها عشان يمشي مع لون العين يعني بص ايه طبعا احنا عايزين نكون في مصداقيه يعني انا كل مره بشوف ورده بنفس الرموش كويس واضح ان انت بتحط لها الرموش صح؟ ما هي الرموش بتحطها بعدين ما تشيلها خلاص بترميها ما انا قصدي اقول لك هي فعلا فيها رموش طبعا فيها رموش بس هي رموش عشان سواريه طبعا وبيبقى فرح وبتاع فكل حاجه لازم تكون ورده بصي على اللي عملتيه فيها هنتقم منك طبعا لو غاب مستر سيد هشوف بقى الموضوع على حقيقته على فكره انا عندي رموش احلى من الرموش اللي انا مركبها ايوه مركبه الحاجه الوحشه اللي بقى لما عندك احلى الحمد لله يعني مستر سيد يشهد شفت سؤال بديه ولا ولا ايه لا والله هي فعلا عندها رموش بس هو طبعا الرموش لازم بتركب سواريه بقى وميك اب لازم بتركب رموش بص انا في واحد قال لي مره قال لي انت لا تخطب لا في فرح ولا في عيد ليه بقى ما هي واضحه اهي ادينا تبقى زيطه والحلوه وحشه والحلوه والوحشه خالص والله يا دكتور هي الموضوع بس ايه يعني خفيت يد يعني زي ما بيقول ولا تخش سندوتشات بالمينيو ده المخرج بيقول لي على فكره في الايربيس ما تاخدش ايه يا بتقول ايه ما تاخدش المستندوتشات في المينيو ولا البنات في الافراح لا ايها المخرج لا ايها الفرعون الكبير الصغير لو كنت مش عارف عنواننا الجمال هو عنواننا فتح الفوق فين بقى يا ولد انت كل شويه جايب المستر سيد معاك رايح جاي الراجل على فكره بس هتبوظ الدنيا اصلا ثواني انت ايه انت بتلقنا شهاده ولا ايه بس فتح الفوق حسبي الله ونعم الوكيل ابنك مجنون يا حاج عارف انا عارفه ان انت غيران مني دلوقتي ابني مش موجود عشان كده بتحلم منك ايوه لا المخرج مش غيره ده انا الراجل بيسمعني كلام لا بس اسمعه لكم ايه بيقول لك ايه بقول ابني مش مجنون يا دكتور انا بقول للمستر سعد ان هو غيران مني بيقول المخرج مش غيران مني بس يا دكتور شوف بقى الكاميرا ممكن تقرب وتشوف بس العين بعد ما تفنشي يا ريت بقى ندخل زوم كده اهي انا مش شايفه حاجه خش احنا عاملين اصلا اساسيات زي ما قلت لحضرتك في الاول بس خلاص بقى احنا كده خلصنا خش على الوش الجميل ده زوم كده وبين لنا حقيقته كده خلاص خلصنا حقيقته جميله غيران مني مش عارفه ليه يا مدام كوين ولا مش كوين يا مدام كوين طبعا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة كوين ولا مش كوين وطبعا لو بيبقى اكتر من كده في جليتر وفي بعض الحاجات برضو بتتحط تاني حاجات بتلمع وكده انا هسأل دلوقتي على حاجات كتيرة قوي مستر سيد جهز نفسك بس ما نخلص على الفرعون الصغير الكبير الصغير لا انا جاهز عشان بس بصراحه ايه رايكم يا بنات قولوا لي طبعا مبسوطه انا مش شايفه مبسوط بس واثقه مبسوط ببلاش اي حاجه ببلاش بتبقى حلوه على فكره صح لا دفع ودفع الدبل كمان لا طعم تاني لا ما تقولش كده ما تقولش كده مستر سيد بجد بيعمل عروض جامده جدا بجد يا بنات والنهارده بسبب عروضه كان عنده خناقه بسبب عروضه الحلقه الجايه استنونا هيبقى في مفاجآت هيبقى في عروض اكتر هيبقى في اسامي حاجات احنا عايزين نعرفها انا شخصيا عايز اعرفها ايه الالوان الصريحه ايه الالوان الخفيه إيه في حاجات تانية فعلا كل حاجه في حاجات اسرار ما كناش نعرفها وفاكرين ده ميك اب وخلاص اسيب الكلمه الاخيره مستر سيد اتفضل يا استاذ هنحضر ان شاء الله حاجات حلوه في الحلقه الجايه ان شاء الله
اعزائي المشاهدين كده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، وبشكر المستر سيد وبشكر استاذه ورده اللي هي مطرب ببلاش. بشكرك جدا يا فرعوني. وان شاء الله استنوا الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.